وكاع على بالهم بلي عندنا لي جوا. بصح علاش ما كنتش تمحو التريكو؟ منشطة زلزلة الرياضة الجزائرية بصفة عامة. صعبة على المنتخب الجزائري بصح في هاد المباريات هادية. من 79 وحنا نستناو في البير هذايا كشوية ما نشربوا منه، نهار اللي وجدنا جو ترمونا فيه الجريزي. الفريق الوطني يعني انت منين عايشة هنا في مصر؟ انا من الجالية الجزائرية في مصر، وجيت نستقبل المنتخب الجزائري ونرحب به باش يعرف بني احنا وراه في كل مكان، وين ما كان راح احنا وراه. متفائلة بيان سور ان شاء الله. كاين جالية كبيرة ومشجعين كبار، وان شاء الله خير ان شاء الله يا ربي، كل حاجة بيد ربي، والكرة لا كبيرة لها. لا مصري 100% تشوفك مصري 100% سيبورتي تزام الدومين ناف خير هي نسيبورتيها. كي ربحنا مصر 3-1 بديت نسيبورتي تزاير، كي عجبوني العقلية تاع لي زالجيا في الستاد. لي زالجيا في الستاد عقلية سبيسيال ما تلقاش في بلاصة واحدة أخرى، سورتو في مصر ما كاش كيفاش كومباري. ليسونسيال بديت نسيبورتي تزاير، وهكذاك الحمد لله كي ربحنا في أوم ديرمان ورحنا كوب دي موند، ماتش تاريخ تاع أوم ديرمان، إن شاء الله يا ربي نعاودها كاش خاطر هذه الفرحة. وليت نسيبورتي تزاير، وليت نجمع تيكوات ليكيب ناسيونال الإعلامات، صافي بليزير. وقال لي بار غير اس دوس يديروها ليسون سمير معرفة يديروها دبروا راسهم. كي ندير اس دوز بالعاطفة ان شاء الله ندو لاكوب، ما تقدرش تيماجيني حاجة واحدة أخرى، ان شاء الله ندو لاكوب. ماتش تاع البنين من الودية ما تفرجناش، بصح شفنا لي بيت ماتش تاع مالي مزيان، ربحنا حاجة فيها تعطيك فيها خير هكذا، ان شاء الله نديرو أحسن. يعني أنت راك متفائل بحظوظ الفريق؟ ان شاء الله يا ربي فيها خير، بعد النتائج الإيجابية ان شاء الله نديرو حاجة مليحة. دوزيام ماتش برك نربحو ونروحو لبعيد. أنا متفائل الخير، أنا الدوزيام ماتش تاع مالي تفاعلت الخير، ونظن هذا بالماضي نكونوا معاه نساندوه، وبالماضي هو عنده حب الوطن ويبغي ليكيب وما يبغيش التمسخير ويبغي لو سيريو. جو بونس كي با فير بوكو تشوز، وانا متاكد باللي الفريق الوطني اللي فينك تاعنا يديروا حاجه مليحه. نولوا ان شاء الله باسكو نبغوا الفريق حنا سي لا بوفي دوكسيجين تاعنا هي ليكيب ناسيونال. ولا فينا ان شاء الله نتمنوا ولا فينال بوكو با الكاس، نتفاعلوا الخير، الانسان يتفاعل الخير يلقى الخير. لا ان شاء الله تكون فيها خير ان شاء الله، ونسلموا على قناه الهدف، نشكرهم اللي عطاونا الفرصه بان نهضروا، وكل الجزائري وكل الجزائريات كونوا وراء التلفزيون تاعكم بقلبكم، وشجعوا هذا الفريق ونجوا داخلين بالفرح للشعب هذا. شكرا. بيان سير ان شاء الله نتمنى لهم ان شاء الله يوصلوا بخير، نتمنى لهم ان شاء الله يا ربي يديروا حاجه مليحه ويروحوا بعيد ان شاء الله. ان شاء الله راهو الخير راهو جاي كيما قال لك، ان شاء الله نتمنى لهم الخير مع هذا لونطينور الجديد بالماضي، وان شاء الله هو جان كيما هما كاع اللي جان، وان شاء الله يا ربي نتمنى لهم يروحوا كاع لا فينال.